عبيدة رضي الله عن أبو عبيدة عامر بن الجراح الوشر بالجنة أمين هذه الأمة الذي مات بالطاعون في أرض عمواس، الذي قال عمر: لو أن أبا عبيدة حي لوليته الخلافة بعدي. أبو عبيدة لما النبي عليه الصلاة والسلام دخل حديد المغفر في وجنتيه فأخذه بماذا؟ بأسنانه فهتم، فكان أجمل الناس هتما. هتم يعني طاحت إيش؟ ثنيته. فكان أجمل الناس هتما رضي الله عنه وأرضاه. كان نحيفا نحيلا لكن إيمانه يزن الجبال رضي الله عنه وأرضاه. نعم.